السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في هذا الفيديو الخاص عن النازك. إلى أول مرة تشاهد الفيديو ديالنا، ما تبخلش عنا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل ما هو جديد إن شاء الله تعالى. السلام عليكم. حسب مصادر أولية، سقوط النيزك بمنطقة تيكلت هو نيزك قمري من نوع لوناقود ليميست. هذا الشيء اللي دفع العديد من الأشخاص والباحثين إلى عين المكان للبحث عن هذه العينات. وحسب مصادر أولية فإن القيمة لهذا النيزك قيمة غالية جدا، وحسب مصادر أخرى أن بعض العينات بيعت ب6000 درهم للغرام الواحد للإشارة، فهذا ثمن بخس جدا، رخيص جدا مقارنة بالنيزك، بما أنه يعتبر أول نيزك قمري مشهود السقوط ولم يتأثر بعد بالعوامل الطبيعية للكرة الأرضية كتساقط الأمطار وما إلى ذلك من العوامل الطبيعية. تعتبر هذا النيزك فريد من نوعه، وأنه سيكون محط أنظار العلماء، وكذلك هو بنك للعديد من المعلومات التي تأتي من الفضاء، كما قلنا كما أشرنا في قبل قليل أن هذا النيزك لم يتأثر بعد بأي عوامل من عوامل الطبيعة في الأرض، لذلك هو فريد من نوعه وغالي الثمن. لذا نصيحتي إلى جميع الباحثين الحذر ثم الحذر من النصابين الذين يستغلون هذه الظروف لشراء بعض النازك بثمن رخيص جدا. مشاهدينا الكرام، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أترككم مع هذه الصور الجميلة والرائعة لبعض النازك. لا تبخل علينا بالاشتراك، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في التعليقات. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.